طب وانا صغير والدي ربنا يديله الصحه هو اللي دفعني دفع لمساله الازهر والكتاب. نعم. حضرتك والدتك بقى، لان انا عارف ان لها سر وتاثير كبير في حياه حضرتك. والدي والدتي عشان ده الاحقاق انت الحق. انا قلت هما الاثنين يعني والدي رحمه الله عليه والوالده ربنا يشفيها ويعافيها ويطرح البركه فيها يا رب، اللهم امين. الوالد كان معني بالقران، معني بالقراءه، وهو اللي خد البيت. وامي تفوقت بقى بعد كده، تفوقت على الكل يعني، ربنا يبارك في عمرها. فهي هو من اهل القران وهي من اهل القران الكريم. بقى والدي هو اللي بيحفظنا الجديد، والوالده تسمع لنا القديم اللي حفظناه. ده غير مشايخنا، بنروح نحضر المجالس بتاعتنا. الماضي كنا بنسميه الماضي. الماضي صح. وشيخنا طبعا يعني لينا شيوخ ربنا يعني يرحم من مات منهم، واستاذي وشيخي الشيخ احمد طلبه، واقدر اقول برهدو اللواء السابق احمد طلبه في سلاح القوات البحريه المصريه ومن المحاربين القدماء، ده استاذي واللي علمنا طبعاً. كل التحيه والتقدير له، لانه ربنا يبارك في عمره وفي علمه وفي عمله، ويقرأ هنا في مصر ويقرأ في المملكه الأثر. العربيه السعوديه بيقرأ في كل حته. طبعا ويبقى الاثر. هو اللي مشايخنا دول تعبوا فينا وتعبوا، وعايز اقول لحضرتك وكانوا يعلمونا لوجه الله تعالى. كنت لسه اقول لحضرتك ولا اي شيء. بالعكس، ده هم اللي كانوا بقى يجيبوا لنا الحاجات الحلوه ويحببونا ويفسحونا يعني الحمد لله ربنا كرمنا بعلماء اجلاء افاضل يبتغون وجه الله تعالى فيما يقدمون وفيما يخدمون به القران الكريم. فكنا بنصحح مع مشايخنا ويكرروا معانا، نرجع بقى البيت. والدي مش مشغول بحاجه في الحياه غيرنا. حتى لما كنا نسافر يعني نسافر البلد، نطلع من انا كنت مقيمه في الاسكندريه وبلد والدي والدتي المنوفيه، فكنا ما نسافر بقى نقضي الاجازه بعض الوقت هناك، طول الطريق بنسمع نسمع البقره ال عمران، وفي النص كده يسمع هو بقى يحب، كان يحب الموسيقى الغربيه شويه. فكن في اتزان يعني، انت ما عندناش ده مطلوب. فده كان يعني الحرص ده من الوالدين مهم، اصل الشيخ بياخد بايدك بيصحح، مين اللي يساعد ويعاون؟ الوالدين في البيت. بالظبط، وده موجود يعني. انا دلوقتي مشغوليات الحياه والشغل المدام هي اللي بتبقى مسؤوله عن النقطه دي. ربنا يبارك فيها ويبارك في الذريه الطيبه. الله يبارك في حضرتك. واذا كنا محظوظين فاكيد برضو الجيل ده محظوظ بالنماذج العظيمه اللي زي حضرتك. العفو يا فندم. طيب.